الو، كابتن شاوي، ازي حضرتك؟ ازيك اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله طبعا. في الاول الحمد لله على السلامه. مصر كلها بتتكلم على الشياكه والبدل والكربطات، يعني كانت معايا الصوره دلوقتي بتاعت المطار. ايه الشياكه دي؟ الحمد لله والله، انت عارف يعني ولسه اللعيبه كمان يعني في زي بتاع اللعيبه موجود باذن الله، بس مجرد ما يتجمعوا عشان يبقوا كلهم موجودين عشان المقاسات وبعض الحاجات هيكون جاهزة بإذن الله في أول رحلة جاية بإذن الله كابتن بإذن الله. وبشكر الاتحاد يعني على كل شيء عملوه. ربنا يوفقك كابتن شاوي. كنا لسه بنتكلم دلوقتي إن يعني خلاص إن شاء الله اللقاء الأربع هتبتدي بقى حسابات الكابتن شاوي غريب، يعني هيبتدي خلاص الكابتن شاوي غريب النهارده هو الرجل الأول لمنتخب مصر، ومنتخب مصر ما فيهوش حاجة اسمها ودي ورسمي. منتخب مصر يعني واضح إن حضرتك داخل على طول على لقاءات تقيلة، ليك تصريحات قلت أنا مش عايز أعمل لقاءات ودية ضعيفة، ولكن حسابات ناسها النهارده يعني هتختلف. بتفكر في ايه؟ بتحلم بايه؟ والله يعني يمكن الحمد لله مجرد ما وصلنا هنا يمكن مهيب شاف اللعيبه كلها طلعت الاوض دلوقتي بتجهز نفسها عشان التمرين. التمرين باذن الله هيبقى الساعه 6:30، اللعيبه كلها تنزل التمرين. خلاص بدانا الاستعداد الجد، هم واخدين الامور دي جديه جدا. انضم لنا حسام غالي والمحمدي في مطار ميونخ، وكان معنا 8 لعيبه هنا، 10 لعيبه، وباذن الله بكره اللعيبه كلها تيجي. برضه ميعاد وصولهم هيبقى في نفس التوقيت اللي احنا وصلنا فيه، وهيبقى التمرين كله برضه في نفس الميعاد. واتمنى باذن الله يكون كل شيء على مرام، واتمنى ان احنا نأدي مباراه كبيره، وكان استقبال الناس مستقبلنا هنا موجودين، والناس في الفندق مستقبلنا، وكان استقبال جميل. السفاره المصريه استقبلتنا في ميونخ ولقيناهم موجودين هنا في النمسا. بصراحه يعني حاسس دلوقتي بحاجه جميله كده، وحاسس باهتمام كبير، واللعيبه حاسه فعلا ان منتخب مصر ليه اهتمامه وليه شكله في رحله كويسه وبساط كويسه وطريق كان كويس. يعني كل حاجه بصراحه كانت مهيئه ان احنا من دلوقتي نبدا نستعد للماتش باذن الله. كابتن شوقي، يعني كل شيخ وليه طريقه، كل مدير فني وليه وجهه نظر. في مدير فني حاطط التشكيل في دماغه، عارف وهيعمل ايه. في مدير فني يقول انا هبص على اللعيبه اليومين الجايين وفي اخر يوم اقرر. حلم حضرتك دلوقتي حاطط التشكيل الاساسي في دماغك ولا لسه هتبص على اللعيبه؟ لا يعني بنسبه كبيره، بنسبه اكتر من 90%، وبنسبه اكتر من 90% كنت بتكلم مع الجهاز اللي ممكن نبدا بيه ونشتغل بيه. انا متمني بس مستني لما اللعيبه تيجي كلها بكره واطمن ان الامور كلها تمام واللعيبه كلها كويسه وما فيش اي حاجه في نفس التوقيت هيكون الامور يعني مظبوطه، لان احنا يعني في على اكثر من 90% من الهيكل الاساسي او من الهيكل بتاع التيم اللي احنا حاطينه موجودين. انا بس اطمن ان ما فيش عندي اصابه، ما فيش عندي لعيب مجهد، ما فيش عندي لعيب في اي حاجه، عشان يبقى باذن الله نقدر نستفاد نبدا بهم المباراه، وفي نفس التوقيت نستفاد بالناس اللي احنا هنغيرهم. وانا شايف بصراحه اللعيبه دي مبسوطه، حتى لما تيجي تشوف كل واحد اول ما ركب بيس او وصل يمكن يشوف فايلات على اللعيبه برنامجه لغايه شهر 12، موجود معاه 12/2014 لغايه البطوله الافريقيه، بمواعيد الماتشات، بترتيبات كل حاجه، يتسكن اسامي بس اللي فيها، يعني كل حاجه موجوده مع اللعيب. اللعيب بقى حاسس بحاجه شكل جديد، وحاسس ان هو بقى عنده اهتمامه في خلال المرحله دي باذن الله. كابتن شاوي، ان شاء الله باذن الله بدعي لحضرتك بالتوفيق، بتمنى لك ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا كابتن شاوي غريب، شكرا جزيلا الزميل مهيب عبد الهادي من هناك، هيكون معانا يوميا لحظه بلحظه، صوت وصوره، يعني تفاصيل منتخب مصر وسفريات يعني وكواليس بعثه منتخب مصر في النمسا. زي ما قلت لكم هيروح بكره بقيه اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي، وهيكون بكره معاهم الكابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد